شباب عين الفكرون بعد هذه الهجمة من قبل معنصر هشام الذي لم يحسن التصرف في منطقة العمليات. الرد كان من صنبو وهذه اللقطة والاحتجاج من قبل عناصر اتحاد العاصمة. الإعادة ولكم الحكم. باركي حارس الشباب هنا ينقذ مرماه من هدف محقق ونهاية المرحلة الأولى بنتيجة 0-0. المرحلة الثانية هذه الركنية من فهم بوعزة، الاستقبال من بدبودة الذي يمضي الإصابة الأولى في الدقيقة 13. صنبو تمريرة بالمليمتر لفرحات يخفق أمام الحارس باركي. القاطرة الأمامية لعين فكرون تتحرك بقوة والمطالبة دائما بضربة جزاء. نشاهد معا ولكم الحكم. قار هنا كاد أن يعدل النتيجة لولا براعة زيماموش. نلعب الوقت بدل الضايع، هرب من البديل قاسم أحمد وبذكاء كبير يتمكن من إضافة الإصابة الثانية. إصابتين إذن دون رد لمصلحة رائد الترتيب.